لانه طالعوا كيف الاتحاد السوفيتي لما الناس شافته في 1917. طيب ل 1990 وهو موجود مع بطشه وصواريخه، وكان كان على فكره في المدارس يدرسوا من 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 الروضه حتى لاخر الجامعه، ودرسوا الالحاد، يدرسوا الالحاد، فيش دين، يدرسوا الالحاد، تدريس الالحاد، تمام، ومتابعه المتدينين وقتل والتشريد والى اخره لفرض الالحاد على الناس من 1917 ل 1990 فجاه واذا به بيزول. طب ليش؟ طب ليش غيره من الغرب ما زالش؟ ليش غيره من الغرب ما زالش؟ ايوه، في فرق بين فكره، الفرق بين الفكره الشيوعيه، الشيوعيين على فكره كانوا الله يسر لهم سبحانه وتعالى في زماناته، كان في واحد اسمه خروتشوف في الستينات على فكره، خروتشوف هذا لما جاء قال لهم اسمعوا احنا اذا منظلنا هيك يعني مننهار. الوحيد الذي اقيل خروتشوف في شروط النهار، فالقادة كيف لما قالوا لا تكون صلبا فتكسر، الغرب عنده مرونة، وين ما بيلاقيش بيحاول يتلون يتلون، الشيوعيين لا. ولذلك هذا بريجينيف اللي حكم فترة طويلة جدا هو اساس، لانه رجل كان كلاسيكي في موضوع الشيوعية ولا بيفهم تغيير ولا في حين على فكرة لاحظوا الصين لقطتها قبل، الصين لقطتها بدأت تتغير وتبدل وكذا، ها وحافظت على شكل اسمه شيوعي ولكن هو صفة مش هيك، تمام، لان لذلك طال عمر الصين، طال عمر الصين لانه ايش بدوا يشوفوا وين خلل وين كذا شو نعمل شو نقيم، ها انت بلاحظوا فبطول عمره. لكن الشيوعيين هذا بريجينيف لما اجا وعاش طويل، عاش طويل وهو متمسك هيك في الفكرة الشيوعية، صار الانهيار فجأة، فتفاجأت الناس بالانهيار. لكن مش معناته الغرب اللي بتلون هذا مش عم بدفع اثمان وبنهارش، هو انهيارات 2008 الاقتصادية اللي لحد الان ماشية تمام، ويا دوب واللي انتم شايفين امريكا ليش متواضعة شوية الان في تدخلاتها وغيرها، انها عارفة انها بتنهار، جربت، ما هي جربت هي، وكم بيقولوا الان الفراغ بتترك، صار في فراغ لما ذهبت امريكا، هي ما بتقدر هي امريكا الان تقوم باللي كان ممكن تقوم فيه قبل سنين، والا بتنهار هي في الداخل. ولذلك اشد واحد تعنت يعني في اي رؤساء راح يجوا مش راح يكون قادر الا يعمل بالدرجة الاولى على داخل، على الداخل عندهم، لانهم مدركين انهم بموتوا بنهاروا. لذلك بل نقذفوا بالحق على الباطل، فاذا هو ذاهب، ذاهب وين تلاشى هيك اجباري قهر معسوف عليه من اهل الباطل ومش معسوف عليه من اهل الحق، زهق الان